يدخل في صناعة المنظفات المنزلية والمطهرات الكثير من المواد الكيميائية مما تؤثر أو التي تؤثر على صحة الإنسان وخصوصا أيضا على طبيعة البشرة. فبعض من أضرارها تتمثل في تهيج الجلد والتهابات على سطح البشرة وجفافها، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث الأكزيما لذوي البشرة الحساسة. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الغريب، أخصائي أمراض جلدية. دكتور محمد صباحك الله بالخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني فعلا يعني ستات البيوت يعانين من مسألة المواد الكيميائية مع المنظفات المنزلية، فالمنظفات تحتوي على مواد كيميائية وأحيانا تأثر على جلدهم. ما كان يعني في السابق ظاهرة هالنقطة، وإيش اللي تغير الآن؟ هل إن عساس أنها تمسك بيدها أو تنظف بيدها ولا إيش؟ خلينا نقول إن أول حاجة إن الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم. الإفرازات العرقية والإفرازات الدهنية اللي بتتراكم على الجلد بتكون طبقة حماية على سطح الجلد، والطبقة دي هي اللي بتدي للجلد الليونة والتماسك اللازم لحمايته من العوامل الخارجية. العوامل الخارجية زي إيه؟ زي الشمس والأتربة والغبار والجراثيم، أو حتى التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في المنظفات. في بعض الأحيان الطبقة دي بتتأثر. طيب الطبقة دي بتتأثر إزاي؟ الناس اللي بتغسل إيديها بصفة مستمرة بالمية والصابون، الناس اللي بتتعرض باستمرار للمنظفات، المناديل المبللة لإزالة الجراثيم، كل الاستخدام المفرط للحاجات دي بيأثر على طبقة الحماية دي، وبالتالي الجلد هيبتدي يفرط. استخدام المفرط ولا أنه في بعض الشركات تعمدت زيادة نسب المواد الكيميائية عشان أنه يقول والله هذا ناصع البياض ومش عارف ايش عشان يخدم دعاياتهم؟ يعني في طبعا في حاجات يعني اللي هي في شركات معينه بتتعمد، لكن في المجمل طبعا الحاجات اللي هي احنا بنشتريها عامه اللي موجوده في السوبر ماركتس، الحاجات دي محطوطه فيها المواد الكيميائيه بنسب ما تؤذيش البشره. طيب معلش، انت ذكرت موضوع المي والصابون، لان هي يعني تمس كل افراد العائله. انت بتتكلم عن الصابون العادي يعني، ولا الصابون اللي هو الانتي بكتيري او المضاد للبكتيريا، هذا اللي تحذر منه؟ اي انواع من الصابون، بس الاستخدام المفرط. يعني الناس اللي بتغسل ايديها، مش الصابون؟ طيب مش فاهمه. الناس اللي بتغسل ايديها بصفه مستمره، يعني في ناس بتبقى بتغسل ايديها مثلا مرات كتير قوي في اليوم، اكتر من 10 مرات. اعطينا رقم. اكتر من 10 مرات، اكتر من 15 مره في اليوم بتغسل ايديها، كل ما تلمس حاجه تبتدي تغسل ايديها بميه وصابون. او وسواس قهري يعني. بالظبط. المشكله في القصه دي انها بتزيل طبقه الحمايه دي. طبقه الحمايه دي طول ما هي موجوده على الجلد والجلد فيه ليونه وتماسك، ما حاجة تقدر تتخلل الجلد. طب من بين كل الأشياء الكيماوية الموجودة في البيت، إن كان منظفات اللي تستخدم مثلا للطاولة، للصحون، المبيضات، أيهم الأخطر؟ يعني إذا ممكن المواد الكيماوية اللي في المبيضات دفنت لي ممكن، أو الكلورين، الحاجات دي هي دي ممكن الأشد يعني خطورة، خطورة وتسبب حساسية أكتر للجلد. الصابون العادي ما فيهوش مشاكل، المنظفات العادية في غسيل الأواني برضو ما فيهاش مشاكل قوي. أهم حاجة إن الجلد يفضل سليم، يعني الطبقة اللي على سطح الجلد دي ما تكونش متأثرة. طول ما الطبقة دي سليمة ومش متأثرة ما فيش حاجة تقدر تتخلل الجلد. لكن اول ما يبتدي الواحد يفقد الطبقه دي نتيجه الرطوبه بتاعه الجلد بتبتدي تقل، يبتدي يظهر التشقق، يبتدي يظهر جفاف في الجلد، ساعتها بقى الجلد يبتدي يبقى اكثر عرضه للتحسس، تبتدي تظهر الالتهابات سواء كان اصابات بكتيريه او التهابات الجلد في شكل اكزيما او حتى الالتهابات الفطريه. ده ناتج عن الاستخدام المفرط للمنظفات والمياه المبيضات. الان المبيضات خصوصا استخدامها في الغسيل، غسيل الملابس، يعني انت تنصح ستات البيوت انهم يلبسوا قفازات قبل الامساك بالمبيضات؟ الافضل طبعا لو هنقدر نستخدم القفازات قبل استخدام اي ماده كيميائيه طبعا، ده اي ماده تمام، ده الافضل طبعا، ده الافضل. لكن برضو ما يكونش بنستخدم القفازات والايد جوه مبلوله او متاثره، وبالتالي كده احنا بالعكس احنا كده بنزود الاحتكاك ما بين الماده دي والجلد. لو احنا لابسين قفازات واحنا اوريدي ايدين عليها الماده دي او الايد مبلوله، فلازم الايد تكون جافه. تمام طبعا، بس الامر ليس حصرا على سيدات البيوت، لا طبعا على الناس كلها. الناس كلها جميع يعني الاغلب يعني هم سيدات البيوت في لا ولو طبقه الجلد يعني لا او الويت ورك دقيقه جدا. بس هي نقطه ممتازه. هل فعلا المراه اكثر او جلدها اكثر تحسسا؟ صح،
ولا لا من موضوع المواد الكيماوية؟ الأكثر يعني خلينا ما نقولش الستات طبعا أكثر تحسسا، لكن إن هنقول إن الأكثر عرضة أو الأكثر تعاملا مع المواد دي هو الأكثر عرضة للتحسس، وده ناتج على ان الجلد بيبقى اكثر جفافا اكثر تشققا، وبالتالي كل ما تحطي عليه اي او تعرضيه لاكثر تلامس مع المواد الكيميائيه دي، سواء كان المواد الكيميائيه الموجوده في المنظفات او المبيضات او منعمات الملابس او اي حتى مواد كيميائيه بنستخدمها في في في, في مجال العمل ممكن ساعتها بقى يبتدي يظهر الحكه، التشقق، الجفاف، زياده سمكه الجلد والخشونه والقشور. بالظبط. الدكتور محمد الغريب اخصائي امراض جلديه، شكرا جزيلا لك. شكرا يا دكتور. شكرا.